أولا أمريكا عندما دخلت العراق لم تكن لتتركه بسهولة أو تترك هذه الجماعات الموالية لإيران بأن تكون لها السلطة في العراق. فدار كل يوم أو يومين هناك بعض قنابر الهاون أو صواريخ الكاتيوشا تخطف المنطقة الخضراء، ولم تخطف فقط السفارة الأمريكية بل حتى المصالح العراقية، فهذه قايتها إضعاف الحكومة، وهي أصلاً ضعيفة الحكومة الآن، إضعافها أكثر لتكون ليس لها هيبة وليس لها سطوة عليهم. وإن الأمريكا أو الخارجية الأمريكية عندما صرحت هذا التصريح، ترين القيادات العراقية باتت تتسارع بالتصريحات وتتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقها لكل واحد يرمي المسؤولية على الآخر ويقول إني ليس لي علاقة بهذا الأمر أو ذاك. فلذلك أصبحت الأمور واضحة أن هناك من يريد أن يعبث بأمن واستقرار العراق، وهو يعيش حالة مجرية من الوضع الاقتصادي والوضع الأمني كما ترون اليوم. فلن تغلق السفارة الأمريكية ولن تقوم بهذا الإجراء أمريكا. طيب دكتور رشيد، يعلق مراقبون على أن هذا القرار يعني قد يحرر ترامب من الموقف. لأن دكتور رشيد كنت أقول يعني يعلق مراقبون على أن هذا القرار يعني قد يحرر ترامب من قيود مؤذية في معصميه، بمعنى يعني أن ترامب سيتحرر من ردود أفعال نارية قد تقوم بها الجماعات الموالية لإيران ضد سفارة بلاده في بغداد لو فكر بضرب هذه الجماعات. ما رأيك بهذا التعليق؟ أمريكا اليوم عندما هددت أنها ستضع قيادات عراقية وفصائل عراقية موالية لإيران أو من جماعات الحشد الشعبي في قائمة العقوبات، الكثير من هذه الفصائل هو من يستلم رواتبه ويستلم أموال من أمريكا ذاتها. فلذلك لن تفعل هذا الفعل أمريكا، ولن تغلق سفارتها في العراق، مجرد تهديد لهذه الجماعات من أجل الكف عن العبث معها، وهي قادرة على أن ترد بقوة وبحزم، ولكن تريد أن تكون الأداة للتنفيذ الحكومة العراقية وليس هي. نعم، شكرا لك على هذا التوضيح. كنت معي من القاهرة دكتور رشيد الدليمي، محلل سياسي ومختص بالشأن العراقي.